رايك ايه الاول في انه الدكتور مصطفى مدبولي هيشكل الحكومه مره اخرى بامانه؟ خلينا نتكلم عن الفلسفه التي حكمت صانع القرار في اختيار مصطفى مدبولي مره اخرى، تمام، او اعاده تكليفه بمهمه مره اخرى. تمام. نمره واحد، دكتور مصطفى مدبولي في ذهن القياده المصريه معني بثلاث قضايا اساسيه. القضيه الاولى هو ملف الاستثمارات، واللي كان شريك فيه بدءا من رأس الحكمة مرورا ببعض الاستثمارات الأخرى التي ستأتي، وهو أيضا شريك أساسي في الاستراتيجية الاقتصادية 24-30 التي قدمها مؤخرا عبر مركز المعلومات ودعم صنع القرار. تمام. وفيها أبواب وفيها رؤى وأطروحات دكتور مصطفى مدبولي كان شريك فيها، والقيادة السياسية رأت أنه لابد أن يستمر ويبدأ بالمرحلة الجديدة. تمام. الأمر الثاني المرتبط بالمشروعات القومية، وهو طرف أساسي فيها، وهناك مشروعات لم تستكمل، وخصوصا أن الدولة المصرية اتخذت قرارا بأن المشروعات اللي كملت 70% لابد من استكمالها، ومن بينها مشروع حياة كريمة وغيرها من المشروعات. النقطة الثالثة هي المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والدكتور مصطفى طرف أساسي وكان مشرف على هذه المفاوضات، وهذه المفاوضات لم تنتهي ولم ينتهي تسلم بقية القرض المفروض ناخده من صندوق النقد. دول ثلاث أمور حكموا صانع القرار بأنه يجيب دكتور مصطفى مدبولي، وخصوصا أنه حيبقى المايسترو على تشكيل وزاري عدد كبير منه جدد. المسألة الأخرى، عدد كبير قد إيه منه جدد؟ يعني المطروح حتى الآن ربما ما لا يقل عن 18 من 32 إن لم تدمج بعض الوزارات وبعضها البعض، لأنه أيضا أعتقد أن احنا هنكون قدام تغيير كبير في رموز وشخصيات، خصوصا في الملف الاقتصادي ربما ايضا يكون في شخصيات ما تبقاش الحقبه الاقتصاديه كلها الملف. نعم، لا يعني مش كلها، لكن هيبقى في عدد كبير من وزراء المجموعه الاقتصاديه مش موجودين في التشكيل الحكومي الجديد. زي مش حاضر اقول زي، يعني انا مش مفوض ولا عندي المعلومات اللي تخليني اقول ده، وان كان في توقعات تكهنات. ايه التوقعات؟ نتكلم عن التوقعات ولا هتكلم في التوقعات، والا يبقى بناقض القرار اللي قاله مجلس الوزراء. يا جماعه ابعدوا عن الموضوع ده، يعني خلينا احنا داخلين على اعياد وخلي الناس تتهنى، وبعد كده هيبقى القرار الرسمي اللي هيطلع من رئاسه الجمهوريه او من مجلس الوزراء، ثم يتم اداء القسم امام السيد رئيس الجمهوريه بعد العيد مباشره، وبعدين يجونا في مجلس النواب تيجي الحكومه ببرنامجها الجديد حسب الماده 146 من الدستور وتعرض برنامجها، ثم يكلف رئيس المجلس لجنة برئاسة أحد وكيلي مجلس النواب لمدة 10 أيام تناقش وتعرض على البرنامج، والحكومة هيتاخد الثقة يا ما تاخدهاش. طيب وزير التموين، نال وزير التموين، تعتقد أو رأيك هيقعد ولا هيمشي؟ يا فندم أنا مش عايز أدخل في المسألة دي، يعني التوقع أنه هيمشي بغض النظر عن أي كلام يقال، بغض النظر عن أي رؤى تقال، له ما له وعليه ما عليه، لكن أنا أتوقع أن المرحلة القادمة ليست مرحلة وزير التموين. مرحلة مين؟ هيجي حد تاني جديد. مين مثلا؟ ما عنديش أسماء. تتمنى يكون مين؟ ما أنا مش عايز أذكر اسم وأتمناه، أنا بتكلم على واقع تفرض مقتضيات الضرورة. هيحصل إيه؟ رئيس الوزراء هيقابل مين؟ هيقابل محمد الشيمي، ولا يقابل علاء فاروق، ولا يقابل هشام الحصري، ولا يقابل مين؟ اسامي كتير ممكن تاخديها في السوق. هل ممكن النائب يطلع؟ نائب ايه؟ نائب الاستقال، في نائب استقال في وزاره التموين، نائب وزير التموين. ما عنديش فكره، ما عنديش فكره.